الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مزول. أولا أعتذر للحضور المؤخر، لكن كنت خبرت غاني عندي أمر طارئ عائلي، فلكن إن شاء الله خير. جد مسرور وفرحان باش أكون مع كل الإخوة والأخوات هنا. باش اختصارا للوقت ما رايحش نذكر نقاط اللي تفضلوا إخوة وأخوات تكلموا عليها بكل تفصيل، وسواء اللي حضرتهم يعني كما سي يحيى بو نوار ولا سي جودي، اللي نظن كان اتفاق تام حول ما طرح. فقط رايح برك نطيح على غاني. المعلومة اللي أعطاها الصحافة السويسرية على حساب سعيد بوتفليقة أنا شخصيا لا أصدقها، وما نصدقهاش لأنني صاحب سعيد بوتفليقة، لأن التاريخ يظهر لي واضح. لكن تخرج بعض الأخبار من هذا النوع، مليح نبقاو. علاش درت هذه المقدمة؟ طبعا غاني عطاه مرجع هو اللي كوفر يعني، لكن لا سورس اللي جابتها أنا بالنسبة لي فيها أشياء. أرقام عندما تطرح مليح تكون موضوعية. علاش قلت هذه النقطة؟ لأن تعقيبا على كما تفضل سي كذلك بن عيسى، قال السلطة ما نسنى منها والو لأن عندها نية سيئة. المشكل في أي حركة تاع تغيير تحتاج تخطيط، يعني يفو أجير دون فاسون استراتيجيك نو با ايموسيونيل. ما كانش سلطة وما كانش حزب وما كانش سياسي اللي عنده نية حسنة. من طبيعته السياسي والسلطة والعسكري يراوغ. فإذا لو ستراتيج كاسكيل في كاسكيل دو بونسي، يقول هذا السلطة واش لازم ندير أنا باش نرجعها للطريق اللي حاب أنا. كي نتكلم أنا هو الحراك طبعا الشعب الجزائري. فلذلك واش عندنا الفاعلين في المشكلة الجزائرية ولا الأزمة الجزائرية؟ عندنا سلطة مدنية كواجهة، عندنا السلطة الحقيقية اللي هي العسكر، وعندنا الحراك ككل بكل تنوعه اللي كما تفضلت وعطيت المواصفات تاعو. في اعتقادي وبكل يعني اون توت موديستي، اعتبر ان الحل تاع الازمه الجزائريه يحتاج كل هذه المكونات للخروج من الازمه. قد يقول البعض هذا طرح راك اذا حاب تمشي مع النظام، حاب تتكلم مع فلان. مرة أخرى أنا في ارتياح من هذا الطرح، لأن في 30 سنة الماضية جيتي توجور تاكسي بلوتو دو راديكال، يعني دائما لا 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 لا. دونك جو مو بيرمي اون بتيت ديفياسيون مي اللي موتيفي يعني مؤسسة. علاش؟ لأن نرجع ثاني كما كان تكلم سي كريم قبل، قال هل رانا في ثورة ولا لا؟ الثورة نظن رانا فيها، رانا في ثورة طبعا سلمية ولازم تبقى سلمية، ولازم تحافظ على هذه الوحدة تاع الشعب. لأن نعاود برك بارافرازيس كون دي لي انترفونون اللي من قبل، لو بلو غرو زاكي سي هذه الوحدة اللي بدا الجزائري يشعر بها في وجدانه، باللي هذا جزائري ويكفي أنه جزائري باش نتفاهم معاه على أشياء كثيرة جدا. مش عم نسال عليه منين لا تتكلم الامازيغيه ولا الترقيه ولا العربيه ولا راك من تلمسان ولا تفكر تفكير ماركسي ولا تحب راك صوفي ولا لا. لو فات كو يكون جزائري بور موا سي ديجا ان سوكل سور لوكال جو في باتير كيلكو شوز. هذا مكسب لازم نحافظوا عليه. اما من حيث التوجه الاستراتيجي في التغيير، اظن ان الحراك وصل واعطى، أنا في اعتقادي يعني درست كل عملية التغيير اللي صارت نقولوا في القرن الماضي، ما كانش حركة تاع تغيير اللي في القرن الماضي اللي رفعت رسالة سياسية بالقوة تاع الحراك. كل الثورات اللي صارت من قبل فيها مطالب اجتماعية، فيها كلام على جهة خارجية، لكن التصور تاع الحراك اللي متمثل في الشعب يريد الاستقلال ودولة مدنية مشي عسكرية، سقف عالي وما كانش مثال كما هو، ما كانش. وادعوا كل الخبراء باش يبحثوا، ما كانش. فباش نبنوا على هذا الشيء، انا نظن احنا مطالبين باشياء. مرة أخرى راح نمشي شوية كونتر كوران. الناس قالوا الحراك ما لازمش يتهيكل. طبعا الحراك ما يتهيكلش وما يقدرش يتهيكل، لكن
لكن يا غرا مي كل الفاعلين اللي عندهم رغبه في المشاركه في عمليه التغيير لازم يتهيكلوا. اي با اون كونتراديكسيون انت لي دو، لان بدون تنظيم ما نديرو والو. سا سرا كيما يقولوا البريتيش ويشفول ثينكينغ، قولوا لي غروند فراز ولازم الديمقراطيه ولازم كذا وحنا وكذا. لكن بدون تنظيم، سواء كنا نقابه، جمعيه، تحي، حركه على مستوى وطن، وهذا ما واحد راح يقول لا راح نفترقوا، لا ما افترقوش، لان كاين امثله، كاين امثله كيكون في يعني عندنا هدف مشترك، هنا بيوت كومان كبير اللي هو تحقيق الشعب يريد الاستقلال، دوله مدنيه ماشي عسكريه. كاين امثله، نذكر مثلا مثال جنوب افريقيا، كان عندهم ثاني مثال كبير وهو وضع حد كسر نظام الابارتايد. احنا بالنسبه لنا وضع حد لهيمنه العسكري على الحياه السياسيه. وفي جنوب افريقيا نظموا رواحهم النقابات، الاحزاب، من كل يعني من المتطرف، مثلا البان افريكان كونغرس، هذو كانوا بالنسبه ليهم الابيض لازم يقتل وما عندوش الحق باش يعيش، الى جهات قريبه حتى من البيض، الى نقابات. وداروا بعد كي نظموا هذه الجمعيات وهذه التوجهات، داروا سكيزابين اون امبريلا، يعني اون سورت دو كوفيركل، اللي تلاقوا فيه كل هذه التنظيمات في اطار لونيون ديموكراتيك بور لو شانجمون تاع ساوث افريكا. كان فيها الى حد ما اكثر من 700 منظمه. 700 اون انكور دو لا مارش في الجزائر، ما نظنش، انا ما نعرفش 700 منظمه. دونك علاش نقول هذا الشيء؟ لان مرات الناس تجي تحط تنظم روحها يقول لك لا، ومن بعد يقولوا لي راك تكسر في الحراك. لا، لان بدون تنظيم تراك تواجه في السلطه. وعلاش نرجع الكلام تاع يفو ريفليسير اون استراتيجي با اون ايموسيون؟ لان السلطه هذه ما راح تقبل لك والو اذا ما حستش، طبعا بطريقه سلميه حضاريه، باللي كاين ضغط. والضغط ما يجيش بالنقاش ولا بالمحاضرات فقط. المحاضرات والنقاش عندها اهميه، لكن بالتنظيم. التنظيم علاش؟ علاش تنظيم؟ ممكن سي رشيد معلاوي يعرف، حب يدير اضراب، اذا ما عندوش دي سيكسيون تاع دي جون سانديكي في كل ولايه، راه يغيط في الصحراء وحده. فانا ماذا بيا تكون لو سناب اب وكل التنظيمات قويه، وكل الاحزاب قويه، حتى الاحزاب المهيكله القديمه، يعني لي بارتي اغري، يعني ماذا بيا يكون الار سي دي قوي، ويكون الاف اف اس قوي، ويكون كل الاحزاب. علاش؟ طبعا على بالنا لي كونترانت اللي عندهم كلهم، ممكن لازم يخرج جيل جديد ثاني. يفوا انكوراجي تو لي جون اللي راهم في الحراك باش يديروا تنظيمات، لان بدون هذا الشيء رايحين. وانا راح نعطي مثال، يعني سان فيكي، كنا لاحظنا باللي كان عندنا عشرات، ممكن وصلت حتى 100 ولا اكثر من مناضلين، مثلا حركه رشاد اللي تحكموا، الهاجس الاكبر تاع النظام من نهار اللي شدوهم حتى اللي حكموهم ولا طلقوهم ولا كذا، هو علاش درتوا تنظيم؟ هذا المشكل تاعهم. طبعا من الطرح السياسي ما لازمش نديروا تنظيم ولا ندير حاجه بور ساكاباري الحراك، ولا بور دير انا عندي وحبست. لا، اولا لان الانسان العاقل عارف باللي احسن تنظيم مش راح يوصل 1000 10000 50000، ما يكفيكش، ما يكفيكش، راه عندك بلاد قاره ولازم تتضافر الجهود. وهذه التنظيمات عندما تكون سافا فاسيليتي سكو سابيل عمليه اللي ممكن ناتوا لها فيما بعد، تنظيم الحراك ككل، لان شاكان سو ريكونيترا، وما نطيحش في المشكله تاع العروش، لان علاه هذا لومبريلا، هذا الغطاء لازم يكون ديفير، ما لازمش يكون تاع توجه معين. اي جزائري لازم يدوا سو سونتير ريبريزونتي فيه وعنده شيء. فهذا النقطه الاولى. خلاص الوقت، مازال فقط سؤال مطرح حول السلميه، كيفيه الحفاظ على السلميه، وهل هو اعتبار لنضج الوعي السياسي في الجزائر، ام انه الخوف من العوده الى العشريه السوداء؟ انا العنف يخدم السلطه اكثر من جانب اخر. شوف، السلميه انا نظن هذه مطلب ولا مسار استراتيجي، ماهوش تكتيكي بالنسبه للجزائريين، سي كيك شوز دو فوندامونتال. الان واحد يقول علاش والان في ظرف معين، عاده الظرف والوضع العالمي والوضع السياسي يفرض اشياء.
حتى هذه كلام تاع سلمية ولا عنف ولا كما تفضل قبيله غاني قال لا الثورة جات بالسلاح ولا شخصيا اعتبر ان الاستقلال جاء عندما خرج الشعب الجزائر في ديسمبر 1960 ثم وين خرج الشعب الجزائري. اما عسكريا بعد لا باتاي دالجي سيتي بلي عسكريا يافي سيتي فيني فرنسا ربحت لكن ربحت عسكريا وعندما الشعب خرج وخضع مصيره بيده في ديسمبر 1960 ثم فرنسا خسرت خلاص يعني اختيار العنف ولا لا عنف فيه مدارس فيه ناس عندهم يشوفوه شيء كأنه من باب عقيدتهم في الحياة مثلا غاندي كان لا يعتبر العنف بأي سبب من الأسباب يكون موجود آخرين لا كانوا إرهابيين وبعد ولاوا للسلمية ذكر جنوب إفريقيا مانديلا كان إرهابي كبير وكي كان رئيس منتخب ما خلاوش يدخل أمريكا لأن مازال في لا ليست على تيرورست دونك كاين ظروف تاريخيه كاين ظروف يعني واحد ما يبقاش يعطي في كلام هكذا لكن انا نظر يعني من حظنا اليوم الظرف التاريخي اللي رانا فيه لا من حيث التصور لا من حيث النجاعه لا من حيث الاستراتيجيه الخيار السلمي لا نقاش فيه وما لازمش اي سبب ننزلق الى شيء اخر مش فقط بسبب التسعينات ان الناس يقول لك لا تخلطت ذاك الوقت وعندها اسباب تاريخيه عندها اسباب كاين احزاب سيناجودي من الافافاس في 63 الافافاس رفض مشى العنف اسكو سيتي بيان او با جو سوي سور كو لو ديبا دو اتر شو سان دو افافاس مي ظرف تاريخي اما احنا رانا اليوم في 2020 نظن قضيه السلميه يفو سورتو با يتوشي دايوتا هذا مكسب كبير اللي وحد الشعب ولكن السلمية ولا الطرق اللاعنفية ما هيش معناها كذلك السكوت وحتى غاندي اللي يعتبر السلمية كأنها تقريبا دين عنده يقول كاين ما هو يعني يسميه العنف قد يكون مبرر إذا كان السلمية تتخذ غطاء للجبن هو يفرق بين الجبن وبين النضال لكن نحن الحمد لله عندما يكون عدد كافي نون سلميه مفروغ منها الان نقطه اخيره انا حبت وليح نتكلم عليها الجيش كيما تكلم سينات تشودي وقال لازم يفو راسوري لو ديسكور بين الجزائريين اذا كنت انا امراه جزائريه ما لازمش نفكر باللي بعض الحراك راح يجوا ياكلوني باسكو اني امراه ولا اذا كنت انا مش عارف انا فنان باللي راح ياكلوني خاطرش انا فنان ولا اذا انا متدين راح ياكلوني ولا انا مرا متحجبه ينحيوا لي باسكو كيما بعض الدول ما نقدرش نقرا تو الموند دو ايت راسوري سور سا في بريفي شيء اخر العسكر كذلك دو ايت راسوري باسكو ايز انتون تو سي كاين انا ندير نفسي عسكري لي جينيرو على بوبيل انا جو داكور بور لو دير سور ان سونس بوليتيك با سور ان سونس دانسولت ا اون بيرسون لازم نفرق لكن من حيث الطرح تاع مدني ماشي عسكري خرجنا احنا في حركه رشاد رساله في الاسبوع الماضي للعسكر واش معناها مدنيه ماشي عسكريه اون بليزيور بوين باسكو سي امبورطون يفهموها يفو ان فيني لازم يفهم هذا العسكري باللي حتى هو لي زاسبيراسيون ليجيتيم تاعو كعسكري قد تكون في انه يحب يكون محترم تعطى له الوسائل الحقيقيه للدفاع عن الوطن ما يظلمش سا كارير سوا اوسي جيري دون مانيير اوبجيكتيف يعني ماشي كيما قال قبيل سيدنا عيسى اللي جينيرال 80 سنه ومازال واحد كولونيل 40 سنه يروح للتقاعد ما تفهمش علاش بدون يعني امور تاديبيه حتى هذا العسكري لازم يفهم ولازم نقنعوه باللي في مصلحته كعسكري وكمؤسسه عسكريه اللي عندها مهمة دستورية هي الدفاع عن البلد أن الدولة المدنية هي الأحسن به وهنا يجي التفكير الاستراتيجي لأن التفكير الاستراتيجي باش يكون أنك الجهة الأخرى تحاول تقنعها وتنحي لها للسوتيان أمبارا باش يجي داخل فيها كل إن عمد تدخل فيها كل tu vas renforcer la solidarité interne تاعهم وسيرتو أقبح إذا أنت ما عندكش تنظيم خش ما يكفيش انا نقول لا ما كانش يقولها الشارع مليح
الشارع يخرج مليون في العاصمة يقولوا يتنحى وقع وما كتبون مش شرعي مليح يتقال هالكلام، لكن الفاعل السياسي اللي يعمل تنظيم لازم يقرأ حسابه، يكون يحسب في حساب تاع استراتيجي حتى يصل إلى شيء اللي يحقق مطالب الشعب. شكرا لكم.